وأول خبر معانا النهاردة عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين خلال جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب. طبعا الصفحة الرسمية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي نشرت مجموعة من الرسائل المهمة اللي أكد عليها خلال جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا. طبعا ده كان ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب. كان من أهم الأفكار اللي طرحها الرئيس فكرة إنه الإرهاب لم يكن لينتشر وينجح إلا في وجود دول بتتبناه وترعاه من أجل مصالحها السياسية. اتكلم كمان الرئيس عن أنه التقدم التكنولوجي صعب مهمة الوصول للي بينشر أكاذيب أو شائعات على شبكات الإنترنت. اتكلم كمان عن أنه الحراك الشعبي في 2011 أثر على مناعة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، يعني حالة من السيولة كانت موجودة في الدولة. الإرهاب هو السلاح الوحيد القادر على تدمير أي مجتمع، وإحنا شفنا الدول المحيطة بنا. تكلم كمان الرئيس عن أنه تكلفة تغذية الإرهاب غير مرتفعة على عكس مواجهة ومكافحة الإرهاب. مصر لن تسقط أبدا في وجود جيشها رغم كل المحاولات لتدميرها. والرسالة المهمة جدا، الرئيس قال لم نتصدى فكريا حتى الآن للجماعات المتطرفة بشكل قوي. دي أهم الرسائل اللي كانت في جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب. تعالوا نشوف جزء من كلمة الرئيس بالأمس ونرجع مرة تانية. في النور الحقيقة تبان. يا ترى لما سنة 88 استخدم الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية بعيدا عن الشرعية الدولية وبعيدا عن صدام بين دول كبيرة، يعني لما أكون النهاردة عايز أخش في مواجهة والمواجهة دي ممكن تترتب عليها يعني صدام كبير جدا جدا، يبقى الإرهاب هو الوسيلة الناجحة اللي ممكن تستخدم وتحقق الأهداف. اتعملت منظومة، الإرهاب ما كانش ينجح أبدا، الفكرة ما كانش تقدر تكبر كده إلا إذا كانت تتبناها دول وتعمل لها عناصر يعني زي حواضن يا فندم، الحواضن. ودايما هم بيستفيدوا من الشباب، لأن الشباب بريء جريء طموح، وقد يكون في شيء من الاندفاع. وجمعوهم من دول كتير جدا تحت زي ما قال الدكتور عكاشة كده، بتتحط له الأدوات، يعني كان على جرايد ومجلات عالمية مش محلية يتحط المجاهدين وصورهم باللبس التقليدي بتاعهم على أنهم بيبقوا دور عظيم جدا جدا. في النور الحقيقة تبان.